اهلا بكل مشاهدين قناه الحياه وحلقه جديده من برنامج العياده. العياده يوم السبت، عياده علاج السمنه والنحافه. تليفوناتكم واستفساراتكم على الارقام اللي بتظهر قدامنا على الشاشه، مستنيينها على طول الحلقه في اي موضوع يخص موضوع الحلقه النهارده او اي موضوع يخص السمنه والنحافه. وزي ما قلت كذا مره ان سؤال واحد من اللي بتسالوه يمكن بيكون في مليون واحد عايزين الرد بتاعه، فتليفوناتكم مهمه جدا عشان النهارده موضوع حلقتنا. يعني ان شاء الله بقى عايزين نعمل نوع من انواع الحركه. العيد خلص، كل سنه وانتم طيبين. الوزن اللي زاد زاد، اللي كل اللي الكوليسترول عنده عالي عالي، اللي الضغط زاد زاد، كل ده طبعا من اللخبطه بتاعه العيد. في سمعوا كلامنا عملوا يومين مفتوحين، وفي ما سمعوش كلامنا عملوا الاربع ايام مفتوحين. عموما مش مشكله، اهو العيد عدى والست جوان اللي دخلوا فينا عدوا، فنبتدي بقى حياه جديده من النهارده نحافظ على صحتنا. واحنا اخترنا موضوع برضو انتوا اللي اخترتوه عن طريق صفحه على الفيسبوك، دايما اكتر موضوع بتطلبوه هو ده اللي بنعمله. فاخترنا موضوع ينفع قوي في الفتره اللي جايه، لان هو مرتبط بعلاج السمنه ومرتبط بعلاج النحافه ومرتبط بعلاج امراض كتيره جدا ممكن تكون احنا متصابين بيها، او ممكن تكون يعني جايز نتصاب بيها. فالحاجه اللي احنا المفروض هنتكلم عليها النهارده هي العلاج، وهي الوقايه، وهي كمان المحافظه. بعد كده هنتكلم على الرياضه. الرياضه علاقتها بعلاج السمنه، الرياضه علاقتها بعلاج النحافه، الرياضه علاقتها بالحاله النفسيه، الرياضه علاقتها بالكوليسترول اللي بيعلى، الرياضه علاقتها بالسكر في الدم، الرياضه علاقتها بمشاكل المفاصل والفقرات والظهر والكلام ده كله، الرياضه علاقتها بالكرش والهنش والارداف والحاجات اللي بتضايقنا، الرياضه وعلاقتها بنشاط الدوره الدمويه، واخيرا الرياضه اللي بتخلينا فعلا ما نحسش ان احنا عندنا كسل ومش محتاجين ننام ساعات طويله. قبل ما ادخل على طول على الهواء كنت بتناقش مع حد هنا في الاستوديو وبيقول له العب رياضه، يعني شايفه كسبه كده مقتب شويه، افرد نفسك. بيقول لي بس هو الواحد مش قادر، ما عندوش وقت انه يروح يلعب رياضه. فقلت له معلومه كويسه ونقدر نعرفها كلنا، ان الناس اللي بتحتاج تنام 8 9 ساعات علشان خاطر يحسوا ان هم ارتاحوا وفاقوا ويقدروا يكملوا يومهم، لو لعبوا رياضه كل يوم هيلاقوا نفسهم 5 6 ساعات هيبقوا كافيين جدا. يعني هم فعلا مش هيقدروا يناموا اكتر من كده، لا 5 6 ساعات وقايمين فايقين ومصحصحين، حتى مش محتاجين يقوموا ياخدوا الشاي والنسكافيه والكلام ده كله، لان قايم فايق الصبحيه من ممارسه الرياضه. هناخد بقى اتصال تليفوني ونبتدي ناخد الرياضه حته حته في كل حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيهم فوائدها ايه. تليفون من سماح، اتفضلي. الو. ايوه سماح اتفضلي. لو سمحتي، انا جسمي معقول، يعني انا مش تخينه ولا رفيعه، بس عندي المؤخره عاليه قوي. ايوه. وبطني فيها، يعني عشان انا والده قيصريه، بطني فيها شويه سمنه كده، بس مش بكرش، بس في سمنه، في دهون مترقمه ورا وفي بطني، بس انا ببقى عامله لي مشكله قوي لو لبست بنطلون. طب انت وزنك قد ايه تقريبا؟ متهيألي 83 وانا طويله. طولك قد ايه تقريبا؟ يعني 163 او 165. بس انت كده وزنك زايد. طيب عندك كام سنه؟ عندي 30. 30 سنه. طيب حاضر، هقول لك حل الموضوع ده. يعني هو تعليقا بس، يعني 165 سنتي ده ما يعتبرش حد طويل قوي، يعني يمكن فوق 170 175 نبتدي نقول الناس طويله. دايما يعني الطول الافرج عند السيدات اللي هو من 155 ل 165 170 كده، اقل من كده شويه قصيرين، واكتر من 170 نبتدي نبقى طوال. علاقة وزن 83 كيلو بطول 165، لا انت عندك وزن زيادة، فانت لازم هتدخلي في رجيم، ما ينفعش مش هتعملي رجيم، هتعملي رجيم لازم وزنك يوصل ل 65 70، اقل من 60 يعني يوصل 60 يبقى كويس جدا. اما منطقة بقى المؤخرة دي
فابتداء بموضوع المشي، الناس اللي بتمشي ساعات طويلة، يعني يمشي ساعة في اليوم أكتر من نص ساعة في اليوم، وتبقى حاجة مش حتى رياضة، جايز مشاوير بيمشوا كتير، بتلاقي المنطقة بتاعت المؤخرة، منطقة الهانش دي كلها بتنزل جامد. فدي أول حاجة المشي بالنسبة لنا. الحاجة التانية انك انت ممكن طبعا تعملي جلسات على المنطقة دي، ويمكن منطقة الهانش من اكتر او المؤخرة دي من اكتر المناطق اللي بتستجيب لجلسات علاج السمنة الموضعية، نظرا لان العضلات في المنطقة دي قوية شوية، فاي دهون بتروح العضلات بتحتل مكانها وبتضغط، فبتدي شيب شكل كويس جدا. فابتداء من انك تعملي ليزر، تعملي موجات صوتية، بس مش اي موجات صوتية بقى، الفوكس، تعملي كافيتيشن، كل الحاجات دي هتفرق معاكي جدا في المنطقة دي. ما يمنعش انك انت ممكن تعملي ربط تنحيفي للمنطقة دي برضو، وتلعبي رياضة وانت مربطة المنطقة دي، هتلاقي في نتائج مذهلة ان شاء الله. نرجع بقى موضوع الرياضة، وده اخر جملة يمكن كنا بنقولها في اجابة السؤال وبنتكلم على الربط التنحيفي. بنقول الرياضة في علاج السمنة ايه دورها؟ دورها انها بتزود معدل حرق السكريات والدهون في الجسم. واني رياضة؟ رياضة الحرق اللي بيسموها الكارديو، يعني ان انا بس احرق دهون، ازود الحرق. في بعض الناس يقول لك ايه، طب انا طلعت مثلا اتمرنت لمدة ساعة، لقيت نفسي حارق 200 سعرة حرارية، 220 سعرة حرارية، ده انا لو طلعت خدت 3 تفاحات يمكن هعدي الكمية دي. طب ايه فايدتها بقى الرياضة وهي خلاص يعني سندوتش ولا كام تفاحية ولا بتاع ضيعت المجهود اللي عملته لمدة ساعة؟ اقول لك ايه فايدتها. احنا ما بنعولش على كمية السعرات الحرارية اللي انت او انت حرقتها في الوقت اللي لعبت رياضة. احنا بنقول ان الساعة دي حرقت لك 220 سعر حراري، خير وبركة، هيشيلوا برضو جزء من الدهون اللي عندك، لكن انت شغلت في الجسم جهاز الاحتراق بالنسبة للدهون. الناس اللي بتلعبش رياضة لما تحب تاخد طاقة بتاخد الطاقة بتاعتها من السكر اللي موجود في الدم، تحرق سكر في الدم، ولو تحرق سكر في الدم دول بيحسوا بجوع وبيحسوا بهبوط وبيحسوا بدوخة وبيحسوا انهم مجهدين وبيحسوا مشاكل كتيرة جدا. لكن لو ابتدوا يشغلوا جهاز الاحتراق في الجسم عن طريق ممارسة الرياضة، ويفضل كمان التوقيت بتاعها ان تبقى الصبحية بدري قبل ما يبدأ حياتنا كلها، اللي بيقدرش طبعا ممكن بعد كده، لكن ده افضل معاد، هتلاقي ان جهاز الاحتراق اشتغل في الجسم طول اليوم، بحرق كويس طول اليوم، بحرق دهون، يبقى ما استفدتش بس 220، لا ده انا استفدت بمئات السعرات الحرارية اللي انا حرقتها على طول اليوم. وتلاقي اللي بيلعب كارديو بيلعب رياضة وزنه بينزل حتى لو بياكل عادي. طيب في ناس تسأل تقول الرياضة دي ايروبكس ولا اجهزة ولا حديد ولا الكلام ده كله؟ بنقول ان الايروبكس والاجهزة الاتنين دول داخلين تبع الحرق. شيل الحديد، ده حاجة اسمها بناء عضلات وهنتكلم عليها، بس ناخد اتصال تليفوني. اتصال تليفوني من ايمان. الو، ازيك يا دكتور؟ ازاي؟ صح، الله يخليك. طيب يا دكتور، وانت بصحة والسلامة. دكتور حضرتك، انا كان وزني 100 و115، ايوه، ووصل ل 104. كويس قوي. وانا عندي 20 سنة، فوزني ثابت من 104 ل 108، بيزيد عن من 104 ل 108، بيطلع وينزل. فانا مش عارفة اعمل ايه حضرتك يا دكتور. حاضر. دي شكوى طبعا، احنا عملنا كنا حلقة كده قبل العيد يمكن باسبوع او اسبوعين عن موضوع ثبات الوزن، ناس بتخس كمية وبتثبت في الوزن، ودي ممكن تحصل في اي حاجة، حتى الناس اللي ممكن بتعمل اقامة في المصحات علشان خاطر تخس، يمكن لما بيعملوا اسبوعين بيجيبوا نتيجة افضل ما بيعملوا شهر، لان بعدها بينزلوا 15 كيلو 10 كيلو 15 20 احيانا، فبتلاقي الوزن بعد كده ممكن يقف شوية. فبنفضل ان يكون في فترة هدنة، فترة يأكلوا طبيعي علشان الحرق يرجع يشتغل تاني. لكن لازم نبدأ معاك يا إيمان إنك تعمل لنا التحاليل اللي مسؤولة عن الحرق، زي تحليل الغدة الدرقية، تحليل هرمون اللبن، تحليل مقاومة الإنسولين، صورة الدم. عمل لنا الحاجات دي كلها ونشوف لا يكون في مشكلة حصلت خلت الحرق عندك يقف. غير كده ممارسة الرياضة موضوع مهم جدا عشان يزود الحرق. ابتدي الأول، مش إنك تلخبطي، ابتدي الأول برجيمات اللي احنا كنا بننزلها، بنقول رجيم البطاطس علشان يزود الحرق شوية. في رجيم تاني اسمه رجيم الموجة، سعرات الحرارية تعلى وتنزل. بعد كده ممكن نديكي فرصة 3 أيام مفتوحين، ممكن أسبوع مفتوح،
ممكن شهر مفتوح ما عندناش مشكله ونرجع نكمل تاني علشان خاطر نقدر نحرك الوزن بتاعنا. الرياضه وقلنا احنا عندنا اجهزه وعندنا الايروبكس، والاجهزه زي المشاه الكهربائيه، التريد ميل، الاوربت تراك، السايكلينج، العجله، يعني كل الاجهزه اللي فيها بس حركه. ما بنفضلش المقاومه العاليه، ما بنفضلش السرعه العاليه، ما بنفضلش ان احنا نعلي التريد ميل اللي هي مشاه كهربائيه. بنقول اقل مقاومه، السرعه تبقى معقوله، يعني ما بين 4.5 و5.5 ده كويس جدا. يهمني المده اطول، يعني عايز اتمرن لمده ساعه، لو قدرنا اكتر من ساعه يبقى كويس، على سرعات معقوله، لان هو ده اللي هيزود معدل حرق السكريات والدهون عندي، مش هيبني عضلات كتيره في الجسم. وان كنت انا محتاج العضلات تعمل شيب طبعا للجسم. موضوع الايروبكس ده تمرينات رياضيه زيها زي برضه ما بنطلع على الاجهزه، بس دي تمرينات بتعملوها مع مدرب او مدربه، بتعمل اجزاء فيها بتبقى زي استرتشات، اجزاء فيها تمرينات زي تمرينات السويدي، في حاجات ايقاعيه بتبقى على موسيقى، بنفرد عضلات، بنقوي عضلات شويه، بس مش ان احنا بنعمل بلك للعضله، مش بنكبر حجم العضله. والايروبكس ده يا اما بيتعمل ايروبكس العادي اللي هو في صاله الجيم، يا اما بيتعمل ايروبكس مائي. ايروبكس المائي اللي هي في احواض سباحه، بس دي بتبقى مخصوصه، مش اي حمامات سباحه، حمامات سباحه طبيه، بيكون ارتفاعها حوالي 148 145 ل 150 سم، يعني ده الارتفاع بتاعها. الناس بتبقى واقفه في حمام السباحه وتبتدي تعمل لهم تدريبات الايروبكس جوه حمام السباحه، وموسيقى شغاله وكل حاجه، بس دي ميزتها انها بتحسن شكل الجسم اكتر، بتحرقي سعرات حراريه اكتر، وبتحسني شكل الجسم بتاعك اكتر، يعني بتعملي شيبنج حلو قوي عن طريق الايروبكس داخل الميه. والفايده الثالثه، الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل والفقرات ممكن تعمل ايروبكس مائي اكتر. معانا اتصال تليفوني من قبل. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. انت بصحه وسلامه، الله يخليكي. دكتور انا عندي خمول في الغده الدرقيه. ايوه. وعايزه اسال، هو بيأثر على كسلي؟ ما عنديش قابليه ان انا اقدر اقوم اعمل رياضه واعمل اي مجهود. ايوه. فمش عارفه هل خمول الغده الدرقيه ده بيأثر على مساله الكسل او مساله عدم النزول في الرجيم كتير؟ انت وزنك قد ايه تقريبا؟ انا كنت 107. ايوه. وبقيت 96 دلوقتي. وبتاخدي الهرمون بتاع الغده الدرقيه؟ باخد. بتاخدي كم ملي جرام؟ 100. والتي اس اتش اتظبطت عندك على 100؟ نعم. تحليل التي اس اتش اتظبط؟ اتظبط. اتظبط عند ال 100. طيب عند ال 100 بس انا مستمره في العلاج يعني. في العلاج طبعا لازم هتستمري فيه. الدوره الشهريه منظمه؟ الى حد ما. مظبوط. الى حد ما. طيب حاضر. سؤال أمل طبعا، إذا كان الغدة الدرقية والخمول بتاعها بيأثر مش بس إن يخلي الوزن ما ينزلش بسهولة، إن يخلي الواحد كمان خملان. طبعا طبعا، لأن ما فيش نشاط في الجسم بسبب خمول الغدة الدرقية، وكلها بنزود الجرعة، بس طبعا لازم نزودها بحدود، يعني إن احنا نظبط التي اس اتش بتاعتنا. فلو عرفنا نزود الجرعة شوية، يعني لو نقدر نخلي ال 100 125 أو 150، وده برضه هيحافظ لي على التي اس اتش في طبيعي نورمال يعني، فممكن نعمل حاجه زي كده عشان نزود النشاط، او ان احنا نفضل على ال 100 وتبتدي تمارسي رياضه زي ما بنقول النهارده، لان ممارسه الرياضه بتعمل نشاط للدوره الدمويه للجسم كله، بتعمل نشاط للدوره الدمويه المغذيه للغده الدرقيه، بتحسن لي الافراز بتاعها شويه، يساعد مع الهرمون اللي انت بتاخديه. بعد فتره هتلاقي الرياضه خلاص عملت لك نشاط كويس في الجسم. يا ريت تعملي تحليل مقاومه الانسولين، علشان خاطر لو الدوره متاثره شويه بالغده الدرقيه يبقى بيكون في مشاكل اوقات في الانسولين بتاعنا، وجايز تحتاجي تاخدي ماده الميتفورمين عشان تظبط الانسولين. معانا اتصال تليفوني من مدام هدى. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام منى. ازيك يا دكتور؟ ازي صح، الله يخليك. والله يا دكتور انا معايا بنتي عندها 17 سنه. ايوه. هي وزنها حاليا دلوقتي 120 كيلو. تمام. وطولها 165 كيلو. ايوه. انا عايزه حضرتك 165 سنتي، معلش انا اسفه. لا لا عادي عادي معاك. كنت عايزه حضرتك تدينا نظام يعني الوزن اللي فوق ال 100 كيلو بحيث نمشي عليه. طيب، هي بتلعب رياضه؟ لا هي مش بتلعب رياضه.
ليه؟ لا يعني هتقدري تخليها تلعب رياضه؟ ممكن اه. طيب خلاص ماشي، حاضر حاضر يا مدام منى. مدام منى عايزه تهتم ببنتها وتخليها تخس، فنهتم بكله بقى. بالنسبه للرجيم، احنا بننزل رجيم كل اسبوع للناس اللي وزنها من 70 ل 90 كيلو. من 70 ل 90 كيلو لو الوزن زاد عن كده بنبتدي نزود شويه في الكميه، يعني ممكن فوق الكميه اللي احنا حاطينها دي تزودي حوالي 25% زياده، ممكن نوصل لغايه 110، لو 120 جايز نزود 50% زياده عن كميه السعرات الحراريه اللي احنا بنديها، مع انها لازم تبتدي تتمرن كل يوم في حدود ساعه، ممكن تريح مرتين في الاسبوع وتلعب 5 ايام في الاسبوع، وكل مره حوالي ساعه، يا اما هتروح جيم يا اما هتجيب في البيت مثلا تنزل من على اليوتيوب تنزل تمرينات رياضيه وتعمل زيها، عندها سيديهات تشغلها لتمرينات رياضيه تشوفها وتعمل زيها، هي حافظه شويه تمرينات رياضيه كانت بتعملهم في اي نادي صحي او في النادي فتعملهم في البيت، كل ده وارد، المهم في الاخر انها تتمرن لمده ساعه كامله كل يوم مع نظام الاكل اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، ان شاء الله يكون فيه نتيجه كويسه. هنرجع تاني لموضوع الرياضه، وقلنا في الايوبكس المائي والايوبكس العادي، واتفقنا ان الايوبكس المائي غير ان هو بيعمل لي شيبنج للجسم حلو قوي، الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل وفي الفقرات، الناس اللي عندها احد الاطراف مثلا لا قدر الله مش موجوده في جهاز تعويض، الحاجات دي كلها، فممكن في الميه الموضوع بيبقى اسهل كتير جدا، لان الميه بتبقى شايله وزن الجسم، يقدروا يعملوا اي تمرينات رياضيه، الناس اللي عندها تيبسات، الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الحركي كله يقدروا يعملوا التمرينات بتاعتهم في الميه عادي خالص. بعد كده بالنسبه دلوقتي للرياضه وعلاقتها بالنحافه. الناس اللي عندهم نحافه بنلاقي حوالي 80% منهم ما عندهمش مشكله مرضيه او مشكله وراثية مثلا مسببة النحافة، بنلاقي ما فيش حاجة خالص، هم ما بياكلوش وما عندهمش عضلات في الجسم، يعني لما نيجي نقيس لهم محتوى العضل والدهون والمية والحاجات كلها وكل حاجة في الجسم بنلاقي انه ناقص عندهم عضلات كتيرة، دي النسبة الأكبر، دي 80% منهم، يعني تلاقي مثلا الواحد أو الواحدة ناقصهم 10 كيلو عضلات 15 كيلو عضلات، وتلاقي مثلا ناقصهم 2 كيلو دهون أو 3 كيلو دهون، واحيانا بنلاقي حالات هي طبعا عايزين يزيدوا فعمالين ياكلوا فيزودوا حته البطن كده، وتلاقي لما تعمل لهم القياس تلاقي الدهون عاليه محتاجه تنزل، يعني مثلا محتاجين يزودوا 2 3 كيلو، ده ناس عندها نحافه ومحتاجين يزودوا من 10 ل 15 كيلو عضلات. في الحاله دي العلاج بتاعنا بيبقى ان احنا نبني العضلات بتاع الجسم. هقول لكم ازاي بعد ما نرد على اتصال تليفوني. معانا اتصال من هبه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير الله يخليك. الحمد لله. انا حضرتك انا عملت عمليه تدبيس وتحويل من حوالي 3 سنين ونص. يعني تدبيس الاول وبعد كده تحويل؟ لا مع بعض، تدبيس وتحويل. عملت تدبيس وتحويل؟ اه. وكان وزني نزل حوالي 36 كيلو، انا عملتها وانا 120 ونزل حوالي 36 كيلو. كويس. وبعدين جبت بيبي وبعدها بدا وزني يزيد تاني، لدرجه ان انا وصلت تاني 115 ومش عارفه اعمل اي حاجه. اه. فهي اوريدي انا باكل مش كتير قوي، وهم قالوا لي ان التدبيس والتحويل ده ممكن اكل حلويات عادي يعني. بصي هو معلش، هو في فرق ما بين التدبيس والتحويل. هو في التحويل، هي تحويل انا مش عارفه بالظبط. بس هو التحويل اللي ممكن يتاكل فيه حلويات، التدبيس ما ينفعش يتاكل فيه حلويات. فاحنا برضو عايزك تتاكدي انت عملتي انهي عمليه فيهم. هو تحويل. عملتي تحويل؟ ايوه. العمليه الغاليه قوي. ايوه. طيب ماشي. من غير ما نقول سعرها. من 4 سنين وبعد كده بدا وزني يزيد ومش عارفه اكل ايه، او يعني هم قالوا لي ان الامتصاص بتاع معدتي الجزء اللي فاضل الامتصاص بقت بتمتص كل حاجه نتيجه تلخبطتي في اكل السكريات والكلام ده. انا مش عارفه الكلام ده صح وامشي امشي على اي نظام عشان انزل تاني، مش عارفه. انت بتاخدي فيتامينات؟ اه طبعا باخد فيتامينات وباخد حديد وباخد كالسيوم، لان ال 12 ملغي على طول. اه اه طيب حاضر. طبعا يعني لو اتساب جزء من المعده داخل في القصه بتاعتنا، يعني احنا لو حولنا ولغينا عمل المعده خالص يبقى ما عندناش مشكله، لكن لو في جزء من المعده لسه داخل في الجهاز الهضمي بتاعنا بيشتغل، يبقى في الحاله دي انا ممكن اكبر الجزء اللي فاضل ده
ما هو احنا اصلا بنتولد معدتنا صغيره جدا، يعني كل واحد على قد كفه ايده هي مقفوله، يعني تخيل المفروض المعده قد كده، لو اي حد فينا يعني حتى لو حد مثلا مش تخين قوي تلاقي معدته بقت كده، في ناس معدتها كده، في ناس معدتها قد كده، هم احنا اللي بنكبرها، احنا اللي بنفضل نضغط وناكل كتير لغايه ما بتكبر. فالمشكله دي ما بتتحلش غير برجيم، مش مساله عمليات وبس. نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوع الرياضة، ابقوا معنا. ألو؟ أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طيب يا دكتور؟ الله يخليك، أنت بصحة وسلامة. بقول لحضرتك أنا دلوقتي في حبوب جايالي فيه بتاعة شاي أخضر. آه. هل اخدها ازاي اولا، وهل بتخسس ولا لا، وهل بتاثر على الكلى لو الواحد عنده حصوه او حاجه؟ طب حضرتك عندك ضغط او سكر؟ لا لا ده ولا ده. طب وضربات القلب كويسه؟ اه الحمد لله. طيب حاضر، هقول لك الموضوع ده. حاضر. الشاي الاخضر طبعا ده من الحاجات الكويسه جدا لعلاج السمنه، سواء الشاي الاخضر ده شربناه وده اللي بفضله اكتر، او خدناه كبسولات زي ما دام نجوى جالها هديه، شاي اخضر من بره بتركب تركيبه كويسه فيها يمكن نسبه كافيين مع الجرين تي. اهم حاجه ما يكونش ضربات القلب عندنا فيها مشكله، ما يكونش الضغط عندنا عالي. هتاخدي يا اما تاخدي كبسولتين قبل الفطار الصبحيه، يا اما تاخدي واحده قبل الفطار وواحده قبل الغداء. لو الوزن كتير وقادره وما حصلش ان ضربات قلبك زادت تاخدي كمان واحده قبل العشاء، ما بنصحش بيها قوي لانها بتسهر شويه. يعني الشاي الاخضر ده الكبسولات بتاعته بتسهر، فيبقى قبل الفطار وقبل الغداء كافيين وما تقلقيش خالص بالنسبه حصوات الكلى والكلام ده كله، ما دام الكلى مش مقصره على الضغط يبقى عادي تاخديها مفيش مشكله. وبتعمل ادرار للبول كويس، اشربي ميه كتير جدا معاها، هتلاقيها يعني مفيده حتى للكلى في الحالات اللي زي دي. تليفوني من فاطمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور. وأنتِ بصحة وسلامة. أنا مشكلتي إن أنا عندي، أيوة دكتور. أنا سامعك كويس، اتفضلي. طولي 165، وزني 92. أيوة. بس بعاني من خشونة في المفاصل، هشاشة عظام. طبعًا ما بقدرش أعمل أي تمارين رياضية خالص. ده عندك كام سنة؟ 49 سنة. 49 سنة. طبعا عندي غده درقيه، عامله غده درقيه شايله الغده. اه. وبتاخدي الهرمون بتاعها؟ اه باخد هرمون التروكسين 50. 50 بس؟ نعم يا دكتور. بتاخدي الجرعه 50 بس؟ اه الجرعه 50 هو الدكتور اللي محددها لي. يعني انت شايله الغده خالص وبتاخدي 50 بس؟ اه. طب وانت التحليل بتاعك كويس بتاع الغده؟ والله انا حللت، هو الدكتور اداني الهرمون دوت وقال تستمر عليه مدى الحياه من غير ما تحللي تاني. نعم يا دكتور. من غير تحليل ولا حاجه بعد كده؟ لا من غير عملت تحليل الغده بعد العمليه بس. وبعد كده خلاص؟ اه. طيب حاضر. بس بعاني طبعا من خشونه جامده في المفاصل، ما بقدرش اصلي، حتى بصلي وانا قاعده. طيب. سمنه طبعا في كل مكان. مش عارفه يعني اتخلص من السمنه ازاي. طيب حاضر. حاضر. هي طبعا انا شايف مدام فاطمه من الوادي الجديد، فمش هقدر اثقل عليها واقول لها شوفي مكان فيه حمام سباحه طبي علشان خاطر تقدري تطمئني فيه عشان انت عندك مشاكل في المفاصل. لازم نوجد حل للناس بتوعنا في شعبنا، تحت اي ظروف لازم نوجد حل للكل. لكن الحاجه اللي انا شويه مستغرب لها ان حد يكون شايل غده درقيه بياخد 50 مللي جرام بس. احيانا ممكن طبعا، بس انا شايف انها جرعه قليله جدا، ومفيش حد عنده مشكله في الغده الدرقيه بيعمل تحليل مره واحده في العمر. ده يعني المفروض كل 3 شهور يتعمل تحليل، يعني اقصى حاجه لو الناس منتظمه قوي كل 6 شهور. فيا ريت تعمل لنا تحليل علشان خاطر نشوف الغده الدرقيه نسبتها قد ايه دلوقتي، ان جايز تحتاجي 50 100 150 200، يعني مش عارفين هتحتاجي كميه قد ايه، وممكن وزنك ما ينزلش طول ما في مشكله في نسبه الهرمون. فيا ريت تعمل لنا تحليل وتبلغينا بيه حتى الحلقه الجايه، اقول لك تاخدي جرعه قد ايه. الحاجة التانية ان مشاكل المفاصل والفقرات والهشاشة وكل ده ما يمنعش ان احنا نمارس رياضة، بس ممكن الظهر تلبسي له حزام طبي، الركبتين نلبس لهم ركب، حتى الانكل صح نلبس، والهشاشة بتاعت العظام دي بتتعالج بالمشي، مش عايز اي رياضة، مشي بس.
وانتوا في الوادي الجديد بتعملوا حاجة لطيفة قوي هناك بيسموها الدفنة. الدفنة دي ان في اكيد انت عارفاها حفة معينة بتتعمل، شمس بتضرب فيها فترة بتدخلي فيها وبيقدموا كده، ودي بتضيع آلام الجسم وروماتيزم وحاجات كتيرة جدا، يمكن لغاية الطفيليات كمان بيتقضي عليها بطريقة ما. فدي من الحاجات اللي ممكن تفيدك. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنتكلم على علاقة الرياضة بعلاج السمنة والنحافة وأمراض أخرى كثيرة. وطبعا أهم حاجة عندنا تليفوناتكم واستفساراتكم على الأرقام اللي تظهر قدامنا، لأن كل سؤال جالنا النهاردة في ناس كتيرة كان نفسها تسمع الإجابة بتاعتهم، ومن ضمن الناس اللي هتسأل مدام نجوى. مدام نجوى اتفضلي. مدام نجوى اتأخرنا عليها، معلش احنا آسفين، يا ريت تتصلي بينا مرة تانية. بنقول ان الرياضة في علاج النحافة زي ما هي في علاج السمنة، بس في الحالة دي مش رياضة حرق، مش كارديو زي ما اتكلمنا على الايروبكس والاجهزة والكلام ده كله والتمارين السويد وخلافه. احنا دلوقتي بنتكلم على رياضة بناء العضلات لعلاج النحافة. لو قدرنا نبني العضلات عند الناس بتوع النحافة حلينا مشكلتهم، لو مبناش عضلات وقعدنا ناكلهم ونديهم فواتح شهية هيزيدوا شوية على الميزان وهيرجعوا يخسوا تاني، لدرجة الناس اللي بيتعالجوا نحافة عندي بقول لهم لو مش هتعملوا رياضة ما تكملوش ما تجوش، لان هي الاساس. لكن انا فرحتي ان انا اقعد اديهم فواتح شهية ويتخنوا شوية يخلصوا الشهرين ثلاثة ست شهور ويرجعوا زي الاول، وده بتجيب حالة من الاحباط. لكن اللي بنوا جسمهم بالرياضة ما بيحصلهمش الاحباط ده مرة تانية. لكن الرياضة اللي بنستخدمها في علاج النحافة هي رياضة بمقاومة. مش معنى كده ان واحد وزنه ولا واحدة وزنها 40-45 كيلو تم داخلة على الجيم تم جايبة بار 100 كيلو ونحاول بقى نرفع والكلام ده، الكلام ده ما ينفعش. احنا بنعمل رياضة بمقاومة تصاعدية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن في اجهزة كتيرة ليها اثقال معينة، يعني اجهزة زي اجهزة المالتي جيم، وفي اجهزة كتيرة جدا بتشغل او بتشغل كل عضلة في الجسم، والاجهزه دي بيبقى ليها مقاومه. المقاومه دي عن طريق اوزان، نص كيلو كيلو 2 كيلو لغايه ما نوصل لوزن عالي قوي. كل اسبوع بنروح 3 ايام في الاسبوع، ولازم يوم ويوم للي عندهم نحافه، لان هي العضلات بتاعتهم مش متعوده انها تاخد الدم بتاعها صح. الدم ده اللي هو التغذيه بتاعت العضلات، فالناس دي لو اتلعبت كل يوم العضله عندهم هتتبهدل. لكن بنقول لك يوم ويوم، يوم هتتمرن ويوم هتدي فرصة للعضلة انها تاخد التغذية بتاعتها من الدورة الدموية اللي نشطت كمان بالرياضة. فنروح الجيم، بنبتدي نلعب، مثلا لعبنا على اوزان نص كيلو، بعد كده كيلو، بعد كده كيلو ونص، بعد كده 2 كيلو. بالمنظر ده ملوش علاقة بالبارات يا جماعة، ده اجهزة. فنفضل نزيد بالمقاومة اسبوعيا لغاية ما نوصل لمرحلة ان العضلة مستحملة تشيل 10 كيلو و15 واكتر من كده و20. لما نوصل عند الاوزان العاليه خلاص ابتدى الجسم تيجي ست تقول لك انت هتطلع لي عضل ومنظر، لا مش هيطلع عضل. العضل عشان يطلع عايز اوزان تقيله قوي، لكن لغايه 10-15 كيلو مش هيعمل لك العضل اللي انت متخيلاه في الجسم. وخصوصا ان احنا بعد ليها برنامج، بعد ما هنخلص الرياضه بمقاومه تصاعديه هنبتدي نعمل انواع من الرياضه للحفاظ على الجسم اللي اتكون، فيبتدي يخلي العضلات طوليه، ومن ضمنها رياضه السباحه، لان السباحه هي اللي هتحافظ لي على الشيب بتاع الجسم، وهي اللي هتفيد لي الصدر سواء عند السيدات او حتى عند الرجال. ده الصدر كده اتفاد وعلي وبتاع بسبب ممارسه رياضه السباحه، ودي اللي هتحافظ على ان العضلات تبقى عضلات طوليه، يعني مش عضلات متقلصة كده وتلاقي اللي هي العضلة البلك اللي بتشوفوها بتاعت الولاد الشباب ما بيحبوا يعني يظهروا العضلات كده، فلا مش هي دي، بتبقى العضلات طولية شوية. دي الرياضة اللي بتعالج النحافة. لازم طبعا يكون لها تغذية معينة، لازم نزود البروتينات بكميات معينة بس مش للدرجة اللي تقلبه رجيم كيميائي وهو عنده نحافة. لازم هندي فيتامينات معينة تساعد على بناء العضلات دي مرة تانية. ده بالنسبه لدور الرياضه في علاج السمنه ودور الرياضه في علاج النحافه. يجي ناس يقولوا لنا ايه، احنا كنا بنلعب رياضه ومحدش يا جماعه يلعب رياضه لان احنا بلعب رياضه من هنا اسيبها بتخن. العيب يا جماعه مش في الرياضه. نحسبها مع بعض. انت دخلت الجيم بتلعب بتاخد في اليوم بتاكل 2000 سعره حراري. ما بين الحرق اللي بيحرقه جسمك والحرق اللي بيحرقه الجيم في 2000 سعر حراري بيطلعوا،
يبقى انت دخلت 2000 وخرجت 2000، حافظت على وزنك ومفيش زيادات ولا حاجه خالص. بالعكس لو عايز تخس حتى بتدخل 1500 وبتطلع 2000، مش كله بيطلع في الجيم طبعا، احنا اوريدي في اليوم بنحرق فوق ال 1000 سعره حراريه عادي يعني. فكده بتخس. جيت بطلتي رياضه او بطلت رياضه، طب ما احنا نحسبها، انا كنت بحرق قد ايه جوه في الجيم؟ 300 سعره حراريه، 500 سعره حراريه، 100 سعره حراريه، اشيلهم من الاكل يعني، اشيلهم من اللي داخل. يبقى انا كنت باخد 2000 وبضيع 2000، بقيت ما بلعبش وما بقيتش احرق حوالي 300 سعره حراريه، يبقى دخل 1700. لو دخلت 1700 وحرقت 1700 خلاص ما عندناش مشكله. او حتى لو بطلت رياضه على حسب القياس بتاعنا احنا، بنشوف احنا بنحرق كام سعره حراريه، ده جهاز بيقيس يقول لك انت كبني ادم بتحرق مثلا 1400 سعره حراريه، انت ما بتلعبش رياضه خلاص، بطلت جيم خلاص، يبقى تاخد اكل على قد ال 1400 سعره حراريه اللي بتحرقهم، مش تاخد على قد ما كنت بتلعب رياضه في الاول. يبقى مش الرياضه اللي بنسيبها بندخن، لا، هو احنا مش بنعرف نظبط الاكل بتاعنا ما بين اللي داخل واللي خارج. معانا اتصال تليفوني من مين؟ مدام نجوى معانا تاني اهي، مدام نجوى معانا اتصال، معانا اتصال تليفوني من عبير. الو 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 الدكتور، ايوه اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال على عندي سمنه في الدراعات، يعني حاسه ان دراعي اضخم من جسمي، وعملت له حاجات كتير جدا كفتيش وكده ما عملش اي حاجه. هو الدراعين زي بعض ولا واحد اكبر من واحد؟ يعني هو يعتبر زي بعض، بس في واحد اضخم سنه، بس الاثنين اصلا تخون يعني عن جسمي، يعني حتى لو خسيت بخس وبوصل لجسمي كويس. وبرده الدراعات تخينه. انت وزنك قد ايه؟ وزني 80. وزنك 80 كيلو. طيب حاضر. وكنت اختي تخينه شويه، يعني هي مليانه وعلى طول بتاكل، فكنت عايزه حاجه يعني ايه، يعني مفيش برشام بيسد معاها بصراحه، يعني فهي عايزه حاجه تسد نفسها. طيب حاضر. ماشي اوكي. يا جماعه عايزكم تتابعونا على طول في الحلقات كده كل يوم سبت الساعه 12، لان احنا كنا عاملين حلقه كامله عن الادويه، وكنا بنقول ايه الادويه اللي بتقلل الشهيه والكلام ده كله، حتى عشان نقدر يعني نفيد غيرنا. لكن احنا دلوقتي بنتكلم بالنسبه ان موضوع الدراعين ده فعلا ده مشكله حقيقيه فعلا. انا بكون متعاطف جدا مع الناس اللي عندها المشكله دي، لان انا شفت جميع الحلول الجراحيه وغير الجراحيه والحقن الموضعي والكافيتيشن، وحاجات عندنا موجوده بتتعمل حتى في عياداتنا، زي الليزر والموجات الصوتيه، الكافيتيشن، حاجات بتتعمل عند زملاء جراحيه التجميل، شفت شد، الكلام ده كله. ففعلا من الحاجات الصعبه قوي الزراعين. لكن بنقول اهم حاجه انك تخسي قوي توصلي لوزنك المثالي، يعني انت وزنك 80 استحاله يكون وزنك المثالي، يعني جايز وزنك المثالي عند 60، عند 55، عايزك تبقى رفيع قوي علشان خاطر لو في اي نسبه دهون موجوده في الذراعين يروحوا خالص، ونبقى اللي فاضل ده هي عضلات بس. وساعتها نقرر هل لو هي عضلات بس ما بقاش في دهون خالص، هل ممكن نروح بقى لجراح تجميل يعمل لنا فيها تجميل واحنا نكون مضطرين ليها، ولا لا؟ لكن الاول لازم نخس قوي. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هننزل جدول رجيم بتاع الاسبوع ده اللي هو ما بعد العيد. ابقوا معنا. جبناها من كوليسترول ودهون وسمنه، ننزله مع بعض. الفطار عندنا كوبايه الشاي او النسكافيه بلبن خالي الدسم، معاها قطعه جبنه بيضة او جبنه قريش كمان يفضل، او 3 معالق فول زائد رغيف سن او نص رغيف بلدي. الغداء بتاعنا اول يوم طبعا علبه تونه، اكيد وحشتكم بقى بعيد عن الضاني والكندوز، زائد طبق سلطه خضراء زائد رغيف سن. اليوم الثاني عندنا 8 معالق فول محطوط عليهم معلقه زيت زيتون او زيت حار، زائد طبق سلطه خضراء زائد رغيف سن. اليوم الثالث 1/2 كيلو سمك مشوي زائد 4 معالق رز زائد طبق سلطه خضراء. اليوم الرابع ربع فرخه مشويه او مسلوقه او في الفرن مع كميه خضروات مطبوخه ومصفيه من الصوص بتاعها زائد طبق سلطه خضراء كبير. اليوم الخامس علبه تونه تاني بس معموله مع المكرونه، مع 8 معالق او 6 معالق مكرونه زائد طبق سلطه خضراء.
اليوم السادس ربع فرخة مشوية مع ربع كيلو بطاطس معمولة في الفرن، وفي الحالتين لازم نشيل الجلد بتاع الفراخ سواء مسلوقة أو مشوية أو معمولة في الفرن، زائد طبق سلطة خضراء. اليوم السابع 8 معالق فريك باللحمة المفرومة، دي يمكن آخر حاجة فضلت من عيد، شوية لحمة مفرومين، وآخر الأسبوع يكون جسمنا نضف من اللحمة خالص، زائد طبق سلطة خضراء. العشاء بتاعنا أكيد هندي زبادي وخصوصا بعد العيد، زائد سمارتين. طبعا الناس اللي عندها وزن أعلى من كده ممكن يبقوا 3 سمارات 4 سمارات، كل واحد على حسب الوزن بتاعه. ده رجيم الأسبوع ده، ده إن شاء الله يخفض لنا الكوليسترول اللي كان عالي طول فترة العيد، وده الرجيم ده اللي هيخفض لي الأملاح الكتير اللي خدناها من الأملاح، وخصوصا أملاح اليوريت أو أملاح النقرس، وده الرجيم اللي هيقدر ينزل لنا الوزن بتاعنا بعد أي زيادات حصلت من الفتة والرقاق والذي منه يعني والمحاشي والكلام ده كله، فإن شاء الله يجيب نتيجة كويسة. الرياضة غير علاج السمنة والنحافة، عشان احنا بس يعني قربنا على نهاية الحلقة فعايزين نقول بقية فوائدها كده. الرياضة بتعالج الحالة النفسية بتاعت أي حد عنده اكتئاب أو أي أمراض أخرى، لأن الرياضة بتطلع مادة اسمها مادة الإندورفين، وهي مادة من المواد المخدرة الطبيعية اللي بتطلع من الجسم، تخلي الواحد مبسوط وريلاكس ومقبل على الدنيا، والدنيا عنده لطيفة وظريفة مفيش مشكلة. الرياضة بتخفض الضغط العالي، الناس اللي عندها ضغط عالي بس مش الرياضة السريعة قوي، الرياضة المنتظمة كده، المشي أو الجري الخفيف أو أي حاجة من أنواع الرياضات التانية، كل ده بتخفض الضغط العالي. الرياضة بتنظم لي السكر في الجسم لأنها بتنظم خروج الإنسولين بتاعنا من البنكرياس للناس اللي بياخدوش طبعا انسولين، اللي بياخدوا اقراص، وبتنظم كميات السكر اللي في الدم. الرياضة بتنشط الدورة الدموية في الجسم، بتخلي نسبة التركيز تعلى عند الناس، وخصوصا الطلبة في الدراسة في الجامعة، كتير قوي من الطلبة لما بتبدأ الدراسة والجامعة يوقفوا الرياضة، يقولك عشان انا عايز اتفرغ للمذاكرة، مع ان نص ساعة رياضة كل يوم بالنسبة له ده اللي هيفيده في المذاكرة، ده اللي هيخلي فيه نشاط في الدورة الدموية، الدم اللي رايح للمخ هيتحسن ويزيد، هيودي التغذية السليمة للمخ، فالتركيز بتاعه هيبقى أعلى، عدد ساعات النوم هتقل عندك، بدل ما عمال تحط شاي على قهوة علشان خاطر تسهر للصبح وتطبق والكلام ده كله، لا ده أنت لو لعبت رياضة هتلاقي نفسك بتنام 4-5 ساعات وفايق، بتقدر تستوعب اليوم كله. فالرياضة كمان مهمة للمفاصل والفقرات، لأن هي اللي بتعملي تقوية للعضلات، احنا بيبقى عندنا مشكلة في مفصلي الركبة، والمفصلين دول ليهم عضلة بيسموها العضلة الرباعية، لو العضلة دي متقوية كويس وبنمرنها كويس ما بيحصلش غالبا من مشاكل في الركبتين، لأنها هي اللي بتشيل الوزن أكتر من الركبة، فدي مش هتحسن طبعا غير بالرياضة. الظهر نفس الكلام، الناس العضلات ظهرهم بتضعف بسبب القعدة الكتير سواء فترات طويلة، عدم ممارسة الرياضة، أكيد الرياضة بتحسن لهم العمود الفقري بتاعهم. معانا اتصال، رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وطبعا هننزل إن شاء الله جدول الرجيم بس بعد اتصال التليفون اللي معانا. معانا مدام أمل، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك وأنت بصحة وسلامة. دكتور أنا عندي ابني عنده 12 سنة. أيوه. كان من قيمة سنة كده كان جسمه زاد قوي، يعني هو كان من بعد كان بيلعب رياضة وقعد كان بيلعب كورة وقعد ووصل لغاية ما كان بقى عنده حوالي 10 سنين وشوية أو 11 سنة بدأت أعمل له رجيم، كان وصل 67 بدأت أعمل له رجيم فمشي كويس لغاية ما وصل 52 تمام، وبعد كده الدكتورة قالت لي بقى كده كويس ومشي على الأكل الطبيعي، بدأ ياكل يا دكتور جسمه عمل تاني يعني من 5 اللي فات لغاية دلوقتي جسمه زاد قوي وكرشه برضو رجع زي ما هو طيب. وأنا مش قادرة عليه في حتة الأكل دي بصراحة. حاضر حاضر. عنده 12 سنة طبعا، دي سمنة عند الأطفال، كان بيلعب كورة، كويس إن هو بطلها، الكورة أصلها بتجيب النحس وبتتخن وحاجات، يعني مش بتتخن بس يعني أكيد هي اللي جابت له النحس بتاع السمنة ده، فنبطل كورة بقى، وعايزك تبتدي نتجه ناحية اللعبات اللي بنجيب فيها ميداليات، يعني اللعبات النظيفة كده اللي بنعرف نتحرك فيها، يعني ممكن نلعب سكواش،
نلعب تنس، يعني لعبيه لعبه فرديه، علشان اول سكواش دي اعلى لعبه بتحرق سعرات حراريه، ووراها التنس، وفي حاجه اسمها سبيد بول كره السرعه. كل اللعبات الفرديه اللي هيستمر فيها طول السنه، هيبقى مثلا ممكن يلعب يوم ويوم، ثلاث ايام في الاسبوع، وما تعطلوش على الدراسه، لان هو اللي بيحدد الميعاد اللي هيروح يتمرن فيه، يا اما مع واحد صاحبه يا اما مع مدرب. فيا ريت اول حاجه تبتدي باختيار لعبه فرديه هيلعبها، نبتدي نعمل ريجيم تاني، وممكن نبدا في الريجيمات اللي احنا بننزلها مع ان احنا بنزود شويه في الفطار عشان نعمل سندوتشات المدرسه. وجربي الاثنين مع بعض كده، وبقول لنا الحلقه الجايه الاخبار ايه، وهننزل جدول ريجيم يعوض الزيادات اللي احنا زودناها. اتصال تليفوني من دينا. دينا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا عندي 21 سنه. ايوه اتفضلي. ووزني 59. انا ما بزيدش يا دكتور عن الوزن ده خالص، ودايما جسمي في النازل، بالاخص ان انا يعني من النوع اللي بحط اي حاجه على نفسيتي، فجسمي دايما بينزل عن وزني ده خالص، ما بزيدش خالص. انت طولك قد ايه؟ اكلت او اشتميت اي شيء. طولك قد ايه؟ طولك دينا. طولي 160. طولك 160، انت انسه ولا مدام؟ انا مدام. مدام انت عايزه تزيدي في الوزن يعني شويه؟ ايه؟ عايزه تزيدي في الوزن؟ انا عاوزه ازيد في الوزن، لان انا يعني جسمي رفيع جدا. طيب حاضر. يمكن لو انت متابعانا من اول حلقه، وكنا بنقول ان الرياضه زي ما هي بتعالج السمنه بتعالج النحافه، بس مطلوب منك الاول تعمل لنا قياس على الجهاز اللي بيقيس العضلات والدهون والميه والحرق وكل حاجه، عشان نشوف لو الحرق عالي لازم هتعمل لنا طبعا تحاليل للغده الدرقيه والسكر والكلام ده كله. ولو لقينا ان محتوى العضلي عندك قليل، يبقى لازم هتروحي جيم علشان تبتدي تبني العضلات بتاعه الجسم. واتكلمنا على موضوع علاقه الرياضه ببناء عضلات الجسم عن طريق المقاومه، والمقاومه لازم تكون تصاعديه. لازم تعملي طبعا مجموعه من التحاليل الاول، ابتداء من تحليل البراز عشان نشوف لو في طفيليات او ديدان، لتحليل السكر، لتحليل الغده الدرقيه زي ما قلنا، بعض الهرمونات ممكن نعملها تحليل، صوره الدم مهمه جدا، البكتيريا السبحيه وما ادراكم البكتيريا السبحيه، موضوع منتشر جدا في بلدنا، اللي بيعمل حمى روماتيزميه وبيعمل نحافه عند الاطفال بالذات، وممكن برضو السيدات حتى يعمل عندهم نحافه. ويمكن لو عالجنا البكتيريا بالبنسلين يمكن الدنيا بتتحسن جدا، والسموم بتقل، فبيبتدوا يزيدوا في الوزن. الحاجات دي كلها لازم تعمليها، مش مساله انك تاكلي كتير. يبقى موضوع الرياضه قلنا ده موضوع اساسي خلاص هيبقى في حياتنا، وهو ده اللي هيطلعنا من جو الاكتئاب بقى والضغط النفسي والكلام ده كله. والله الرياضه هي اللي هتحل معظم مشاكلنا، الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، واكيد محتاجين كل المصريين يبقى عقلهم سليم في الفتره اللي جايه، فعشان كده عايزين جسمهم يبقى سليم عشان الدنيا تتحرك ونعرف ننتج ونذاكر ونعمل كل حاجه كويسه. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.